معاكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان وفقرات حلقه الاهلي ليله النهارده. اكيد ده فقرات مهمه جدا جدا بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي وجمهور الكره المصريه بشكل عام. الفقره الثانيه معانا في الحقيقه ضيف وحشنا بشكل كبير جدا ونجم من نجوم النادي الاهلي في العصر الذهبي. العصر اللي طبعا كان مدير فني فيه مستر مانويل جوزيه واسعد جمهور النادي الاهلي بشكل كبير جدا وساهم في بطولات كتير مع النادي الاهلي واهداف كانت مهمه ومؤثره. فبالتالي معانا في هذه اللحظات طبعا كابتن احمد صديق نجم النادي الاهلي السابق ومدير فرع اكاديميه النادي الاهلي في الامارات. يا كابتن احمد منورنا ومشرفنا. ربنا يخليك يا امير. اخبارك ايه؟ بخير الحمد لله. كله تمام؟ اه انا سعيد موجود اني موجود معاك النهارده وسعيد اني موجود في قناه الاهلي بيتي طبعا. طبعا. فبشكرك وبشكر المسؤولين عن اداره القناه. منورنا ومشرفنا دايما. عايز اقول لك على حاجه. ايام مباراه النادي الاهلي طبعا الفتره اللي انت كنت متواجد فيها مستر مانويل جوزيه وكلام من ده فكان نادرا لما الاهلي بيبقى مباراه عقرب معاه شويه نادرا لما كانت بتحصل يعني بس لما كانت بتحصل كنت بقعد يا جماعه يا كابتن يا مستر مانويل نزل احمد صديق بقى هو هيفك الدنيا بصراحه يعني كانت بتحصل كنت بتنزل تغير الماتش الحمد لله فتره كانت مهمه بالنسبه لي اه طبعا يعني الحمد لله يمكن الواحد سعيد جدا انه تواجد في التوقيت ده وفي العصر بتاع النادي الاهلي اللي احنا الحمد لله يمكن حققنا بطولات مهمه جدا كم بطوله حققتها؟ حوالي 17 18 اه الحمد لله ما شاء الله الحمد لله يعني طبعا كانت فتره بالنسبه لي من اجمل فتراتي في حياتي الكوره طبعا يمكن ده الحمد لله مرتبط باذهان الجمهور في الشارع لحد دلوقتي الحمد لله يمكن انا مشيت فتره ورجعت ومشيت ورجعت ومع ذلك كان الناس بتقابلني في الشارع كنت بحس ان انا لسه موجود في النادي فدي من افضل الحاجات اللي حصلت لي طبعا في الكوره او في النادي ان الواحد حتى بعد ما مشي لسه في ذاكره الناس والجمهور في الشارع يعني الحمد لله دي حقيقه لان انت بصراحه يعني ما عملتش ولا مشكله داخل النادي الاهلي وكنت لعيب كمان مؤثر في صفوف الفريق وقدرت ان انت تساهم في بطولات عديده. طيب احنا كده كده هنيجي لحديث الذكريات ده يعني مع مجريات الحلقه لكن خلينا نبتدي معاك باكاديميه النادي الاهلي في الامارات وخطوه يمكن مهمه من النادي الاهلي ان هو بيتوسع او اكاديمياته بتتوسع في مختلف انحاء الدول العربيه وقريبا كمان هيبقى في الدول الافريقيه وشيء مهم ومشروع هام جدا في اكتشاف المواهب وامدادهم لقطاعات الناشئين في النادي الاهلي من ثم طبعا الفريق الاول يعني قصه كبيره ومهمه جدا. كلمني بالتحديد عن فرع اكاديميه النادي الاهلي في الامارات امتى انشئ وانت طبعا مدير هذا الفرع قول لنا كل التفاصيل الخاصه بيه. يعني مفيش طبعا احنا بدانا في شهر 9 شهر 9 السنه دي اه بالظبط بقالنا حوالي 4 شهور او 5 شهور يمكن دي كانت خطوه ايجابيه جدا من النادي بيعمق التواصل والانتماء لان انت عارف طبعا جمهور الاهلي في الامارات اعداد كبيره جدا جدا كنا بنشوفها في ماتشات السوبر او ماتشات اهلي وزمالك لما كانت بتتعمل في الامارات فكان اعداد مهوله بالنسبه لجمهور الاهلي في الامارات يعني فعلا. فطبعا ده بينعكس طبعا اللي احنا شفناه يمكن الحمد لله اعداد المشتركين عندنا اعداد ما شاء الله كبيره اه طبعا الحمد لله يمكن احنا دلوقتي في ال4 فروع يمكن في الفرع الخامس اربع كمان. فروع لاكاديميه الاهلي في الامارات اه طبعا الحمد لله الاماكن فين؟ يعني احنا في دبي دي طبعا صور من فرع اكاديميه النادي الاهلي في الامارات في دبي وفين يا كابتن في دبي وفي عجمان وفي في البرشه دي في منطقه برضو في دبي وفي الشارقه وان شاء الله قريبا برضو في فرع في ابو ظبي قريب يعني ما تمش الاكتفاء بفرع واحد لاكاديميه النادي الاهلي في الامارات لا انتوا عاملين كذا فرع الحمد لله في اعداد الاعداد طبعا زي ما بقول لك الاعداد ده بسبب الاعداد اه طبعا الاعداد وفي نفس الوقت برضو الاماكن دي بعيده عن بعض شويه وبعدين بيجي برضو اتصالات وتساؤلات من الناس بنحاول نلبي طلبات الناس كلها بنحاول نفتح في اقرب اماكن لكل اقرب فروع للاماكن المتواجده في الامارات كويس يعني بتحاولوا تحطوا او يعني يكون في فروع لاكاديميه النادي الاهلي في الامارات في الاماكن اللي بيبقى فيها كثافه من المصريين بالظبط كده لا واحنا معانا عندنا اعداد غير المصريين برضه كمان اه طبعا عندنا في فلسطينيين في سوريين في اردنيين موجودين فلا في اعداد غير المصريين يعني النتائج حتى الان ايه؟ لا الحمد لله النتائج هايله احنا بقالنا حوالي 4 شهور يمكن احنا برضو فتحنا في وقت متاخر شويه لان الموسم هناك بيبدا تقريبا في شهر 7 فاحنا فتحنا متاخر شويه في شهر 9 لكن الحمد لله اعداد يعني مرضيه بشكل كبير جدا لان زي ما بقول لك الناس متعلقه بالنادي الاهلي بكيان النادي الاهلي يمكن احنا بيجي لنا اولياء امور كتير جدا ممكن ابنه في الكوره ما يبقاش يبقى قليل شويه لكن يقول لك انا عايزه يرتبط بالنادي الاهلي عايز يرتبط والله اه طبعا يعني كتير جدا هو عارف ان قدرات ابنه مش طبعًا. يعني ما عندوش موهبه في الكوره حتى طبعًا ولا بيجي ولا امكانيه فبيبقى عايزه يبقى مرتبط بس باسم النادي طبعا وزي ما احنا عارفين النادي الاهلي مش رياضه بس او مش كوره بس طبعًا. لا النادي الاهلي اجتماعي وثقافي وسياسي كل حاجه فده احنا بنشوفه كتير جدا في الامارات الناس حابه انها تكون متواجده باي صله في النادي الاهلي المهم ان انا في صله بيني وبين النادي الاهلي اكاديميه اي شيء اجتماعي المهم ان انا متواصل فبيجي لنا اعداد كتير جدا اولياء امور
كل اللي يهمه ان انا ابني متواجد في النادي الاهلي او انا على تواصل حتى لو ملوش مستقبل في كره طبعا القدم. طبعا والشق الثاني ان في اولاد عندنا ما شاء الله هايلين يعني طبعا في مواهب كويسه جدا يعني احنا ان شاء الله على بدايه او على الموسم الجديد باذن الله ان شاء الله هيكون في في اولاد ان شاء الله يكون ليهم دور في النادي الاهلي باذن الله وده برده شق ثاني احنا بنستفاد منه. انت عارف دلوقتي كل الكره كلها اهم حاجه الناشئ طبعا يمكن احنا بنشوف دلوقتي النادي الاهلي وانديه كتير جدا بتشتري لعيبه ناشئين بمبالغ كبيره جدا كويس. ده ما كانش بيحصل قبل كده فعلا. فاحنا برضو ده يعني ده هيفرق معانا كتير جدا احنا ان شاء الله خلال الفتره الجايه هيبقى في اولاد موجودين باذن الله نقدر ندعم بيهم النادي الاهلي باذن الله. طب انت كده جريتني نقطه مهمه جدا ازاي بيتم التواصل ما بين فرع اكاديميه النادي الاهلي في الامارات مع قطاع الناشئين هنا في النادي الاهلي يعني انت دلوقتي عندك لعيب كويس مثلا في الامارات ازاي بتقدر تتواصل مع قطاع الناشئين في النادي الاهلي عشان اللاعب ده يكون متواجد في القطاع تمهيدا طبعا ان هو يتدرج في الاعمار السنيه المختلفه ومن ثم طبعا الفريق الاول. واحنا كده كده في تواصل باستمرار مع المسؤولين هنا او مسؤولين على الاكاديميات كابتن خالد بيبو طبعا زي ما عارفين هو مدير الاكاديميات هنا كابتن عبد النبي عاشور هم كانوا لسه عندنا في الزياره كابتن خالد بيبو كابتن عبد النبي عاشور وامير توفيق كانوا لسه عندنا زياره ففي تواصل باستمرار يمكن في اجزاء كثيره جدا برده من البرنامج التدريبي بناخده منهم في تواصل وزي ما بقول لك يعني يعني احنا كل اللي في الاول والاخر ايه عايزين نطلع لعيب كويس لعيب كويس نقدر نساعد بيه النادي ده طبعا ده هدف مهم جدا يعني ده هدف مهم جدا فلا في تواصل باستمرار وده برضو احنا واخدين الكلام ده من كابتن خالد بيه من اي لعيب كويس احنا بنبلغهم بيه وان شاء الله الفتره الجايه كلهم تواجد في النادي باذن الله. ما هنا برضو في نقطه صعبه جدا انت لو عندك لعيب كويس وهو اصلا مقيم في الامارات مع والده ووالدته والاسره بتاعته كلها هناك في الامارات هو لعيب مصري تمام هيقدر اللاعب ده ان هو يجي مصر عشان ينضم لقطاع الناشئين في النادي الاهلي هيقدر يعمل كده او هيبقى في قابليه ان هو يجي طبعا ولي امره هيسيبه يعني. طبعا اولياء امور كتير جدا بتقول لنا كده ما عندهمش مشكله خالص والله. طبعا والله بيحصل كتير جدا بص يمكن احنا يعني الواحد شاف انتماء من الجمهور او من من جمهور الاهلي في الامارات دي انا شايفه يعني ما لا يقل اهميه او انتماء عن جمهور النادي الاهلي هنا تعلق غير طبيعي فلا بالعكس بنشوف ناس كتير جدا وانا انا لو ابني بقى مستعدين متواجد يعني انا مستعد يعني لو ابني كويس طبعا ما عنديش مشكله خالص ان انا اجي واستقر في مصر عشان هو يبقى متواجد في النادي الاهلي بيحصل كتير جدا يعني والله ده كلام مهم ومميز جدا ويدل على مدى ارتباط الجماهير الاهلاويه بالنادي الاهلي في كل مكان في الحقيقه مش مصر بس ده الكلام اللي بيقوله كابتن احمد صديق. طب لو لعيب اجنبي يعني بالنسبه لنا اجنبي يعني مثلا انت بتقول في اردنيين في فلسطينيين موجودين في طبعا ما دي بقى دي طبعا برضه هترجع للوائح شويه لكن ما احنا في الناشئين تقريبا في اكبر في عدد اكتر من الدرجه الاولى بيبقى متواجد في الناشئين بيبقى لهم طبعا لوائح معينه لكن احنا زي احنا عارفين دلوقتي ان الفلسطينيين او السوريين ما بيتعاملوا كمصريين في طبعا في الاتحاد هنا فدي مش هيبقى فيها مشكله برضه خالص ان شاء الله. هل في خطه زمنيه معينه لاكتشاف مواهب تضمهم لقطاع الناشئين في النادي الاهلي من خلال اكاديميه الاهلي في الامارات؟ لا يعني هو وقت معين لا لكن احنا يمكن واخدين سيستم معين ماشيين بيه ان احنا على الاقل اقل حاجه ان شاء الله متواجدين فتره طويله شويه في الامارات وزي ما انت عارف انت كل فتره بيجي لك يعني كل فتره بتشوف كل فتره بتكتشف ممكن يبقى انت عندك ولد جاي لك مستواه 50% او 60% بيزيد بتشوفه مع التطور مع الشغل مع التدريب بيشوفه بيزيد ولا لا. في لعيبه كتير جدا يمكن اول ما بدانا كان مستواها بعيد شويه مع التمرين ومع الشغل بقى لنا حوالي 4 شهور او 5 شهور يمكن هم نفسهم اولياء امورهم مبسوطين جدا بمستواهم انه تطور بشكل كبير جدا جدا يعني واحنا فعلا شايفين كده فمع الوقت يعني مع الوقت انا شايف ان هيبقى في عاده كويسه جدا جدا هنقدر ندعم بيها ان شاء الله قطاع الناشئين في النادي الاهلي باذن الله. الاعمار من مرحله كام لمرحله كام؟ احنا بادئين من يمكن مش عايز اقول لك من 4 سنين 4 سنين ونص 5 سنين يعني في 4 سنين واربع سنين وخمس سنين 4 سنين ما هو انا بقول لك احنا يمكن احنا بنقابل حاجات مختلفه شويه غير هنا زي ما بقول لك احنا هناك اولياء امور الولاد عندنا ليهم تفكير مختلف شويه انت عارف برضو الغربه هناك والناس طبعا التواصل الاجتماعي بينهم بعض مش زي هنا فبيجيب لك الولد لا انا حابب انه من دلوقتي يكون متعلق بالنادي الاهلي يعني احنا بعد كل تمرين في النشيد بتاع النادي الاهلي بنقوله انت لو شفته لو شفت الولاد بيقولوه في حماس ازاي يعني نشيد طبعًا للنادي طبعا الاهلي طبعا والتحيه او تحيه بنعملها بعد كل تمرين انت لو شفت الولاد متحمسين معانا النشيد يا جماعه يعني مش عارف النشيد ممكن يكون متواجد ولا لا لكن بعد كل تمرين انت لو سمعته او شفت الولاد بيقولوه بحماس ازاي والله طبعا والله بجد يعني الحاجات دي بتبسطنا والله حاجه كويسه انت بتبسطنا كلنا وبتبسط طبعا كل والله انا بقول لك انا فعلا ان ده بتشوفه لا بتنبسط جدا جدا اكتر من رائعه في الحقيقه يعني فكره ممتازه بصراحه من مجلس اداره النادي الاهلي ان هو يكون في اكاديميات عديده للنادي وافرع كتير في مختلف انحاء الدول العربيه وزي ما قلت لكم كمان قريبا هيكون في افريقيا وشيء مميز وكله في صالح النادي الاهلي. كابتن صديق يعني واضح من الفيديو
الاهتمام الكبير بدايه. يعني من كلامي معاك قبل حتى ما نخش الحلقه كنت بتبين لي مدى الاهتمام بهذه الاكاديميه وان الهدف الاساسي هو الناتج اللي هيظهر للنادي الاهلي. طبعا يمكن احنا برضو بنشكر اداره النادي الاهلي هنا انها بتساعدنا كتير جدا. يعني طبعا المسؤول كابتن خالد بيبو او من خلال كابتن خالد بيبو لانه مدير الفني الاكاديميات مدير الفني الاكاديميات، فبنشكر طبعا اداره النادي ونشكر كابتن خالد بيبو. كان في زياره هو واضح كان في زياره كان في زياره هو وكابتن عدنان ابو عاشور وكان معاهم امير توفيق. الحمد لله يمكن الزياره دي برضو اثمرت ثمار كويس جدا بالنسبه لنا. من ناحيه هم شافوا طبعا، ما هو بص انت دلوقتي بتاكد للناس ان ده حاجه النادي الاهلي كويس. لما يجي لك حد زي كابتن خالد بيبو مدير الاكاديميات هنا فانت بتاكد بتقدم رساله ان ده النادي الاهلي، انت مسؤول النادي الاهلي، كل مسؤوليتك النادي الاهلي، كل تواصلك من خلال النادي الاهلي، برنامج بتاخده من الاهلي، لبسك نفس النادي الاهلي، تفكير زي ما بقول لك يمكن التحيه اللي بنقولها بعد كل تمرين. انت نادي الاهلي فانت ماشي على السيستم ده. الحمد لله يمكن الدنيا كويسه ماشيه كويس جدا، الناس هناك مبسوطه جدا 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 بفضل الله. يعني طبعا في اكاديميات كتير جدا هناك برضو، لكن الحمد لله احنا كبدايه في اربع شهور او خمس شهور الحمد لله الناتج كويس جدا بفضل الله. يعني كويس الحمد لله، نتمنى لكم اكيد كل التوفيق في هذه طبعا الاكاديميه المهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. وطبعا انا واضح من الصور يعني كنت مركز في الصور ده انت صح؟ مع الناشئين علاقتك بيهم ايه بقى؟ قول لي بتتواصل معاهم ازاي؟ كلامك ما بين كلامهم هم معاك بيقولوا لك ايه؟ الحمد لله يمكن احنا في شق تربوي اكتر منه رياضي كمان. يعني احنا تربوي طبعا احنا هو النادي الاهلي كده انت عارف النادي الاهلي زي ما بقول لك لازم يكون ليه دور في كل حاجه. يمكن انا لما كنت بلعب في النادي الاهلي زي ما بقول لك مش كوره بس، مش كوره بس. دي كلمه مهمه جدا. طبعا طبعا دي الحقيقه، لان زي ما بقول لك يمكن واحنا في الملعب ما انت في الملعب 90 دقيقه 120 دقيقه طب وبعدين، لكن لا انت تواجدت في النادي الاهلي فبتمشي بمبادئ النادي الاهلي في الملعب وبره الملعب. فهو كده بالظبط، احنا ناكل الموضوع مش رياضي بس، لا تربوي برضو اكتر منه رياضي. والله طبعا شيء مميز جدا. الملاعب واضح ان هي كويسه اكيد طبعا. طبعا لا بص البنيه التحتيه هناك في انت عارف طبعا في البنيه التحتيه هناك ممتاز. ملاعب ونظام وتوقيتات وكل حاجه. يمكن احنا حتى بيقابلنا حاجات لو موجود عندنا هنا في مصر الناس تبقى عايزه كده. احنا مثلا التمرين سي مثلا بنبدا 6 ل 7 فممكن تمرين معين بيزيد 10 دقايق ربع ساعه، الناس تقول لك لا معلش انا 7 خلص عشان انا عندي مواعيد حاجه ثانيه، ولادي بيناموا عشوا الساعه 8 يناموا الساعه 10 كده. ففي نظام فده وبرده النظام ده بيساعدنا احنا كتير جدا. طبعا تمرين 6 بتلاقي الناس كلها الساعه 6 متواجده، تمرين 7 بتلاقي الناس كلها الساعه 7 متواجده، تمرين خلص كل الناس بتطلع اللاين الواحد. في نظام فده مريحنا برده الحمد لله بشكل كبير جدا. جزء مهم بصراحه موضوع النظام ده، وبيعود كمان اللاعبين او الناشئين على الالتزام، وده شيء مهم جدا بالنسبه للاعيب كره القدم اكيد يعني. طبعا طبعا احنا كان عندنا بطوله قريب، بطوله وديه كده كانت معموله اكتر من اكاديميه. الحمد لله يعني احنا ظهرنا بمظهر كويس جدا كنظام وكاداء في خلال الفتره البسيطه اللي احنا قاعدين فيها. فالحمد لله يمكن احنا برضو بنقدم رساله ان النادي الاهلي رقم واحد في كل حاجه، رقم واحد في اي مكان حتى لو كان من خلال الاكاديميات. فدي برضو رساله مهمه جدا احنا بنقدمها، وخصوصا زي ما بقول لك انت متواصل مع النادي الاهلي في كل شيء. فلازم برضو الاساس انك رساله انك تبع النادي الاهلي او باسم النادي الاهلي، فلازم تتعامل على هذا الاساس. كويس جدا. قلت لي بتبتدوا من اربع سنين ونص لحد كام؟ معانا اولاد كده لحد كام؟ لحد بقى 16 سنه او 17 سنه. 16 17 سنه. في مواهب بقى في 16 17 سنه؟ في وخصوصا كمان الاولاد الصغيرين ما شاء الله عندنا اللي هم 2009 و8 و2007 عندنا و10 عندنا اولاد مميزين كويس جدا. كويس. طب يعني اكيد نتمنى لكم كل التوفيق في مهمه بصراحه كبيره جدا بالنسبه لكم اكيد لصالح النادي الاهلي، وده الشيء المهم بكل تاكيد يعني النادي الاهلي. طيب نروح لملف اخر، نتكلم بقى على الفريق الاول لكره القدم، وانت احد النجوم الكبار اللي كنت متواجد في فريق النادي الاهلي سابقا. المرحله الحاليه شايفها ازاي بالنسبه للنادي الاهلي في ظل كل الظروف اللي حوالين الفريق وحوالين الدوري المصري بشكل عام، وكمان بطوله دوري ابطال افريقيا موسمين ورا بعض في بطوله دوري ابطال افريقيا بشكل عام، شايف المرحله دي ازاي؟ لا انا شايف ان احنا الحمد لله عدينا المرحله الصعبه. عدينا مرحله صعبه؟ طبعا الحمد لله يعني احنا عدينا المرحله الصعبه، لان احنا مرينا مرحله صعبه جدا جدا خصوصا بعد الاخفاق في نهائي افريقيا والبطوله العربيه وبعد كده خساره ماتش في دوري. فلا احنا الحمد لله عدينا المرحله الصعبه، عديناها باختيار جهاز فني جديد بتدعيمات في شهر يناير مهمه جدا 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 كان فعلا النادي محتاج لها. بشكر مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب انه فعلا يعني تدخل في الوقت المناسب بانتدابات هتفرق كتير جدا مع النادي. ويمكن ده احنا بدانا نلاحظه من خلال 3 4 ماتشات
اللي فاتوا لا في اختلاف في الاداء، مش عايز اقول في النتائج بس، لا في النتائج وفي الاداء. لكن نتمنى بس ان ربنا يعفو كده ان شاء الله وموضوع الاصابات ده نتلاشاه، لانه فعلا حاجه غريبه جدا، مش في الكوره. ما عدتش عليك؟ لا لا، حاجه مش في الكوره، مش انا بس اللي بقول كده، كل الناس بتقول مش في الكوره. يرجع لاعب يجيب اثنين، يرجع واحد يجيب ثلاثه، لا يعني. وبعدين كلها اصابات يعني، طبعا كلها قضاء وقدر طبعا يعني، طبعا. ونحن الحمد لله على كل شيء طبعا، لكن في الكوره صعبه شويه. يعني ما اقدرش اقول لك زي ما في ناس بتقول دكتور، لا مش قصه دكتور، ملهاش علاقه. طب من وجهه نظرك انت شايف ايه اسباب الاصابات في النادي؟ والله ما عارف، بس هي في حاجه غريبه جدا يعني. فعلا الكلام اللي بيتقال، ان اكيد انت السؤال ده كل ما تساله حد يقول لك حاجه غريبه. فهي فعلا حاجه انا ما شفتهاش في الكوره. انا بقالي حوالي 17 سنه مش بلعب كوره، لا يعني بكميه، بالعدد ده كله، بالكم الكبير جدا ده، اصابات في النادي وفتره واحده، لا صعبه جدا. يمكن العادي لما بيتصاب لاعب او اثنين او ثلاثه اصابات طويله شويه خلال الموسم، بتقول دي حاجه صعبه جدا. لكن انت بتتكلم في 17 لعيب جوه، 19 او 12 لعيب و5 لعيب، لا فصعبه جدا. فانا شايف ان احنا عدينا المرحله الصعبه. ان شاء الله هنبدا نحصد ثمار الانتدابات بتاعه شهر يناير والانسجام والجهاز الجديد الفني الجديد، هيبدا ان شاء الله الامور تبقى افضل من كده بكتير جدا باذن الله ان شاء الله. شايف المنافسه، خلينا نتكلم بقى بالتحديد على بطوله الدوري قبل ما نخش لدوري ابطال افريقيا. المنافسه فيها السنه دي شايفها ازاي، خصوصا في ظل تواجد انديه جيده في الحقيقه؟ يعني نادي الزمالك ماشي بشكل جيد، دي حقيقه. طبعا بيراميدز ماشي بشكل جيد، بيلعب ماتش دلوقتي مع الداخليه، مش عارف النتيجه كام يا جماعه، لو عارفين النتيجه قولوا لي. شايف المنافسه ازاي؟ 0-0 الداخليه وبيراميدز حتى الان 0-0. 0-0 المنافسه شايفها ازاي؟ لا هي المنافسه صعبه جدا. الدوري قوي جدا السنه دي. يمكن انت لو بصيت على الجدول من تحت، مش هقول لك من فوق، هتلاقي كل الفرق ممكن بمكسب واحد تعدي 7-8 مراكز اللي فوق. المنافسه صعبه. هي كل الفكره بس ان الاهلي فقد نقط كتيره جدا في بدايه الموسم، دي هتاثر بشكل شويه، لكن ان شاء الله مع التدعيمات اللي موجوده، مع الاداء اللي احنا شفناه، الامور مش صعبه. مش صعب؟ لا طبعا مش صعب. البعض بيتخيل ان الاهلي بعيد شويه عن بطوله الدوري بسبب فرق النقاط، حوالي 6 نقاط، واعتقد انت كنت متواجد في موسم من المواسم كان فرق اكبر من كده وقدرت تاخد الدوري. كان فرق اكبر من كده، وفي موسم كان فرق 11 بونت والاهلي رجع وخد الدوري. لا الموضوع مع الاهلي، لا بص، هو بالنسبه للاهلي كده كده مطالب انه يكسب كل الماتشات، في منافسه الدوري او مفيش منافسه الدوري، كده كده لازم يكسب طبيعي. كل الماتشات ده الطبيعي. يمكن احنا حتى لما كنا بنتعادل الماتش ما كناش بنخرج من البيت، كانت مشكله فعلا يعني. فالاهلي لا، الاهلي كده كده ان شاء الله مطالب انه يكسب كل الماتشات اللي جايه. الفرق الثانيه هتقع، ده طبيعي جدا. طبعا نادي الزمالك ماشي بشكل كويس جدا الفتره الاخيره، لكن هيقع، ده طبيعي جدا. وبعدين في ماتش اهلي وزمالك او ماتشين اهلي وزمالك، دول هيغيروا شكل الجدول طبعًا. تماما طبعا. في بيراميدز بس برده ماشي بشكل كويس قوي. في مين؟ في اكتر من فريق. في الانتاج الحربي، في الانتاج ماشي بشكل كويس. وبعدين هو رغم ان هو بيخسر اخر ماتشين يعني، لكن هو برده اللي مصعب الجدول شويه الفرق اللي من تحت، مش عايز اقول لك اللي فوق السنه دي. اللي فوق في ممكن يكون منحصره من 3-4 فرق، لكن المشكله اكبر من تحت، محدش بيفرط في ابناط، خصوصا انت دخلت في الدور الثاني، البونت اللي بيروح مش بيتعوض. عشان كده المنافسه صعبه شويه من تحت. يمكن انت هتشوف الاهلي بيكسب فرقه بصعوبه من تحت، الزمالك ممكن بيتعثر مع فرقه ممكن اخر فرقه في الجدول، نفس الكلام بيراميدز. يعني النهارده بيلعب الداخليه، ممكن تلاقيه يخسر 2 بونت او 3 بونت، ده وارد جدا. فكل الفكره الاهلي يكسب، هيلاقي الدنيا قرب بشكل كبير جدا. خليني اقول لك ان المعوقات وارد ان هي تكون على الاهلي والزمالك وبيراميدز فيما تبقى من بطوله الدوري، يعني مش عايزين نقول ان الزمالك بس هو اللي ممكن يقع، مش بيراميدز بس، لا هي بطوله صعبه والمنافسه فيها زي ما انت بتقول قويه، وارد ان النادي الاهلي يفقد نقاط، لكن الاهم اللي انت قلته في الحقيقه وهي المباريات المباشره ما بين فرق القمه، هي دي اللي هتفرق طبعا. المباراه بستة بونت، يعني المباراه بستة بونت، خصوصا انت عندك ماتشين مع نادي الزمالك ولسه الزمالك هيلعب بيراميدز الدور الثاني، وانت عندك ماتش مع بيراميدز وماتش مع بيراميدز. لا بس ان شاء الله، بص احنا متعودين على النادي الاهلي ما فيش حاجه اسمها مستحيل. كويس ان شاء الله، ان شاء الله انا متوقع باذن الله ان شاء الله يعني. بس ان شاء الله الدنيا تكتمل بالاصابات اللي موجوده ترجع تاني. يعني احنا شايفين اجاي لما رجع بشكل كويس جدا. اي لعيب في الفتره دي هيرجع هيفرق مع الفرقه. علي معلول من بعد ما رجع ماشي بشكل كويس جدا. الماتش اللي فات دخل سعد مع ان شاء الله رجوع رمضان صبحي، مع وجود حسين الشحات اللي بدا يدخل مع الفرقه بشكل كويس جدا، شكل مميز كمان المباراه الاخيره بالظبط. فلا الامر هيختلف مع النادي الاهلي ان شاء الله. انت كنت باك رايت كبير، رايك ايه في محمد هاني؟ لا طبعا ما شاء الله يعني لعيب جامد. طبعا طبعا من اللعيبه اللي بتبسطني جدا في المركز ده والله. طبعا يعني انا شايفه من اللعيبه اللي بتبسطني جدا جدا في المركز ده. يعني ادي في الهيئه هجوميا ودفاعيا بيعملها بشكل كويس جدا. لا يعني ماشي بشكل كويس جدا.
وخصوصا كمان انا اتمنى يعني رجوع احمد فتحي هيفرق في الفرقه بشكل غير طبيعي. كبير نص الملعب ناحيه الرايت في اي مكان وجوده في الفرقه جوكر. يعني انا شايف برضو من ضمن الاسباب اللي اثرت بشكل كبير جدا بالسلب على الفرقه الفتره الاخيره هو عدم وجود احمد فتحي. لعيب الفكره مش كوره بس برضو، لان انا بحب اقول اللفظ ده كتير جدا، لان هو المكسب والخساره مش كوره بس ولا اداء فني بس. ففتحي من اللعيبه اللي بتفرق كتير جدا في الفرق. ايه بخلاف الاداء الفني ممكن يكون طبعا روح شخصيه الاسم في الملعب حاجات كتير جدا في الكوره. معلش احنا يمكن كنا ممكن بننزل نكسب الفرقه 2-0 قبل ما نلعب. تقول لي قبل ما نلعب ازاي؟ خلاص شايفين نفسية. تريكا وشايفين بركات وشايفين متعب وفلافيو نفسيه ممكن تكسب الماتش قبل ما تبداه ب 2-0 وده كان بيحصل كتير جدا فعلا. فانا شايف مع اكتمال ان شاء الله اللعيبه المصابه لما ترجع الامر يختلف كتير جدا بالنسبه للنادي الاهلي ان شاء الله. الاهلي ابرم حوالي 7-8 صفقات في فتره الانتقالات الشتويه السابقه، من وجهه نظرك ايه اهم الصفقات اللي جابها النادي الاهلي؟ كلهم مهمين جدا. كلهم مهمين جدا جدا يعني كلهم بلا استثناء. خصوصا تتكلم مثلا عن رمضان صبحي لعيب مؤثر جدا طبعا. حسين الشحات هيبقى له دور كبير جدا في الفرقه برضه. يعني في حمدي فتحي هو حمدي فتحي يمكن بس الواحد يعني يتمنى له ان شاء الله انه يرجع بسرعه يرجع سرعة. هو محمد محمود يعني فعلا ده اللي كان ممكن يبقى طبعا يعني ده اللي ممكن كان يبقى ليه فعلا ليه دور كبير جدا في الفرقه. ان شاء الله يرجع ويرجع احسن من الاول كمان باذن الله. يعني ان شاء الله ان شاء الله بس طيب ده فيما يخص بطوله الدوري العام. فيما يخص بقى بطوله دوري ابطال افريقيا، بطوله مهمه جدا غايبه عن النادي الاهلي بقى لها فتره وتعتبر فتره كبيره وانت اكيد عارف الكلام ده كده كويس. والنادي الاهلي برضو وصل لنهائي هذه البطوله مرتين ورا بعض وخسرهم. شايف البطوله السنه دي ازاي في ظل تلاحم المباريات ما بين البطولتين سواء الدوري او بطوله دوري ابطال افريقيا او حتى بطوله دوري ابطال افريقيا السابقه وبطوله دوري ابطال افريقيا الحاليه؟ هل فرص النادي الاهلي متاحه للفوز بهذا اللقب؟ هو النادي الاهلي ما عندوش حلول كتير، هو عنده حل واحد ان شاء الله انه ياخد البطوله. كويس. من كل التدعيمات دي مع احترامي للدوري ومع احترامي لكاس مصر، لكن الاساس فيها هو بطوله افريقيا. كل التدعيمات دي بنسبه كبيره جدا. النقطه المهمه اللي انت طبعا بتقوله. يعني نسبه كبيره جدا كل التدعيمات دي عشان بطوله افريقيا. كمجلس اداره، كجمهور، كلاعيبه، هو اهم حاجه كجهاز فني، هو اهم بطوله بالنسبه لبطوله افريقيا. الدوري طبعا مهم جدا. كاس مصر مهم جدا، اي سوبر مصري مهم جدا، لكن الاساس بطوله افريقيا. فهي البطوله صعبه. عشان انت برضو يعني يمكن البطولتين لما تضغط ورا بعض فدي برضو حاجه جديده، مع انت عندك ضغط دوري بالظبط، فده برضو الامر بيتصعب. هو موسم استثنائي بصراحه. طبعا هو موسم استثنائي في كل حاجه، يمكن ده بس يمكن مش عايز اقول من حظ النادي الاهلي السيء شويه، انه يعني ضغط المباراه ده جاي مع الاصابات الكتيره اللي موجوده دي، مع مدير فني جديد جاي في نص الموسم برضو بصماته او شغله مش هي ما عندوش الفتره الكافيه انه يبدا يعرف اللعيبه كويس او يبدا طبعا. ينفذ خطته بشكل كويس. فدي بس اللي مصعبه الامور، لكن زي ما بقول لك انت كنادي اهلي مطالب بالبطوله بس، مش حل تاني. وان شاء الله ان شاء الله باذن الله يعني مكسب المباراه اللي فاتت الاخيره 5-0 مش النتيجه بس هي المهمه، الاداء كمان. الاداء طبعا الاداء مهم جدا. 5-0 شوط واحد باداء كويس جدا، بعوده ثقه لعيبه كتير جدا مهمه. عوده سعد سمير زي طبعا. ما بقول لك حسين الشحات بدا يدخل بالفرقه في الفرقه بشكل مهم. محمود وحيد خد شويه، كل اللعيبه هتلاقيهم علي معلول. فكل دي مكاسب اللي انت بتقولها. طبعا كل دي مكاسب. رامي ربيع طبعا بقى له سنه 13 شهر بالظبط ما بيلعبش، بقى له اكتر من سنه لما تواجد في بطوله افريقيا، مش هقول لك دوري بالظبط، لما ياخد جزء من المباراه في بطوله افريقيا دي برده مكسب مهم جدا للفرقه. بس ثقه كبيره كمان من الجهاز الفني ان هو يعني يؤيد رامي ربيع افريقيا بعد فتره الغياب الكبيره دي. يعني ممكن اي حد تاني يقول لك لا ده بقى له سنه او اكتر بعيد، فما مش هحطه في بطوله كبيره زي بطوله دوري ابطال افريقيا، اكتفي بكده محليا. ما انا هقول لك حاجه، يعني بالنسبه لرامي فنيا ما حدش يقدر يختلف عليه طبعا اكيد تمام. طب انت لو ما استفدتش منه في بطوله افريقيا استفدت منه امتى؟ خصوصا ان انت عندك بطوله افريقيا مضغوطه. فلما استفدتش منه استفدت منه امتى؟ خصوصا انت محتاجه. انت دعمت الجزء الامامي في نص الملعب ده بشكل كبير، لكن خط الظهر ما دعمتش بشكل كبير، ما جبتش حد يعتبر. جبت ياسر ابراهيم بس. ياسر ابراهيم وخصوصا انت برضه مع رجوع علي معلول فممكن ايمن اشرف يتواجد. صح. لكن انت محتاج رامي لانه من اللعيبه المهمه جدا في الفرقه، خصوصا انه ممكن يأدي لك في اكتر من مركز. خط الظهر، نص الملعب، ناحيه الرايت، فانت محتاجه. وخصوصا ان شاء الله نتمنى ان شاء الله يرجع، يعني يرجع المره دي افضل من الاول بكتير باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. في كل مره بيبقى معايا ضيف في الحقيقه بتعمد ان انا اساله على كريم نيدفيد، لان الراجل ده خد انتقادات ما حدش يستحملها خالص على فترات كبيره جدا جدا، واتظلم يعني من خلال مستواه بالتحديد، الفرص اللي كان بياخدها في اوقات صعبه، فبالتالي كان الحكم عليه بيبقى خاطئ. فانا عايز اسالك على كريم نيدفيد، رايك ايه في كريم نيدفيد من ناحيه الكواليتي كلاعب؟
لا طبعا لعيب كويس جدا كويس جدا، بس هي المشكله في الكوره لما بتقعد فتره، مش عايز اقول في عدم التوفيق بعيد عنك شويه، لا يعني ممكن يجي عليك فتره مش موفق، لو بعدت شويه ورجعت هترجع احسن من الاول. ده اللي حصل، ده اللي حصل الاول. الاول كان هو مش موفق، وما يعني مع احترامي للجهاز الفني كان موجود في الفتره اللي في الاول دي، كان هو مش موفق وبيديله مش موفق، كريم مش موفق وبرده بياخد ماتشات، وحتى لما كان بياخد وقت قليل قوي. ايا كان بص الكوره دي لازم تفصل شويه بالبلدي، تفصل شويه، فصلت وبعدت شويه ورجعت هترجع احسن. وده اللي حصل بالفعل. يمكن انا شايف بدايته كان مباراه الوصل البطوله العربيه فعلا، دي كانت بدايته. عارفين لعيب كويس جدا، ولما طلع خرج اعاره كان ماشي كويس جدا في دجله وفي حرس الحدود كان ماشي بشكل كويس جدا، فمعنى كده ان هو الكواليتي بتاعه لعيب كويس، ودلوقتي ده اللي موجود دلوقتي. يمكن هو مستواه اللي موجود هو مستواه الحقيقي، خد الفرصه في الوقت المناسب وبيلعب باك رايت موجود طبعا، دي ميزه موجود. يعني اللعيب الجوكر ده مهم جدا للفرقه جدا، مهم جدا، خصوصا ان انت عندك ضغط مباريات، سهل جدا تعمل تغيير في الملعب من غير ما تغير من بره الملعب. فلا انا شايف انه ماشي بشكل كويس جدا جدا. يمكن انا زي ما بقول لك من بعد مباراه الوصل ماشي بشكل كويس قوي قوي، بدا ياخد بثقه، ما شاء الله دلوقتي بيحرز اهداف، بيحرز هدف واثنين وثلاث، فلا ماشي كويس جدا، وان شاء الله الفتره الجايه يبقى افضل من كده كمان باذن الله يا رب ان شاء الله. طيب رايك ايه في سياسه النادي الاهلي من حيث الاعارات اللي ممكن يطلعها لبعض اللاعبين؟ النهارده كنا بنقول في بدايه الحلقه ان عمر حمدي لاعب النادي الاهلي اللي كان منتقل من النصر وكان بقاله فتره مع النادي الاهلي وما كانش بيشارك خالص، لكن النادي الاهلي قرر ان يطلع اعاره، جاب هدفين النهارده حلوين جدا في مرمى المصري، وهدف الهدفين كانوا التعادل، يعني الماتش خلص 2-2. هل السياسه دي كويسه وبتثمر على تكوين شخصيه اللاعب عشان فيما بعد يرجع للنادي الاهلي يكون مناسب وجاهز بالشكل المطلوب لقياده النادي الاهلي نحو الانتصارات كالعاده؟ اكيد طبعا مهم جدا، خصوصا ان انت عندك وقت، خلاص انت مش هتستغل كل الناس اللي عندك، خلاص انت بتديهم الفرصه، بتديهم فرصه عشان يرجع لك بشكل كويس، زي ما لسه ضاربين مثل بكريم نيدفيد، زي ما قلنا ناصر ماهر، صح، يعني الناس دي كلها طلعت اعاره، خدت الثقه، لعبت، لان الكوره لعب، طول ما انت بتلعب هتاخد الثقه هتزيد، وده اللي بيحصل بالفعل. يمكن ناصر ماهر من اللعيبه المؤثره جدا في الفرقه دلوقتي جدا، فعلا يعني ان شاء الله يعوض، يعني مش عايز اقول اسماء، يعوض تريكا، يعوض عبد الله السعيد في المكان ده، لا يعني انا شايف ان دي خطوه مهمه جدا من مجلس اداره النادي الاهلي. ما هو اللي بيحصل ان انت بتروح دلوقتي بتشتري اللعيب بمبالغ كبيره جدا، خلاص انت عندك الولد دلوقتي او اللعيب صغير دلوقتي، بتديله الثقه، بيخرج تستفيد منه انت كنادي، هتستفيد منه ماديا وهتستفيد منه معنى فنيا لما يرجع، لما يلعب ويرجع لك تاني ان شاء الله. دي خطوه مهمه جدا طبعا. تتوقع النادي الاهلي ان شاء الله قادر ان هو يفوز بالدوري ودوري ابطال افريقيا السنه دي؟ ان شاء الله باذن الله ان شاء الله، يعني لو زي ما بقول لك الامور استقرت فنيا برجوع المصابين بالمحافظه على القوام الاساسي اللي موجود ان شاء الله، لا الامر يختلف تماما باذن الله، ما عنديش شك في ده. هل البصمه بتاعت مستر مارتن لاسارتي ابتدت تبان على الفريق وعلى ادائه خلال المباريات السابقه بتحديد او اخر كام مباراه بتحديد؟ بدا، يعني بدا في شغل، مش عايز بص مش عايزين نقول عشان كسبنا خمسه ف بصماته بانت، لا لكن هو في تحسن، في تحسن في الاداء كبير جدا. هي البصمات ممكن تبان بغض النظر عن النتيجه، يعني تمام. انت ممكن تتعادل لكن تمام. واضح ان في شكل للنادي الاهلي، هو بدا دلوقتي احسن، خصوصا هو الفكره كلها برضو ان هو عنده لعيبه كتير جدا جديده على الفرقه، بتتكلم في حوالي 7 لعيبه او 6 لعيبه جداد دلوقتي، ده بيصعب الامر، خصوصا برضو ما فيش وقت، مش قادر حتى تعمل مباراه وديه تشوف الناس وتختار اماكن مناسبه لكل لعيب فيهم، لا فالامر صعب جدا من ناحيه ان انت الفتره الضغط اللي عندك دوري وافريقيا مش مديك المساحه الكافيه انك تشوف اللعيبه كويس. لكن بدا الاداء يتحسن كتير جدا جدا. ضغط المباريات ده يتعامل معاه ازاي النادي الاهلي او مستر مارتن لاسارتي بتاعتي؟ هيبدا يتعامل معاه اكيد بانه بيدخل لعيبه جديده على الفرقه، لازم يعمل. متخيل ضغط المباريات عامل ازاي؟ عارف طبعا، في اسبوع 3 ماتشات طبعا، سبت تلعب جمعه، لسه لاعب من يومين وبكره في مباراه ان شاء الله بالتوفيق باذن الله، ان شاء الله. مباراه صعبه برضو طبعا، صعبه مباراه ام بي، طبعا مفيش مباراه سهله، خصوصا انت بتلعب على المكسب بس، فما فيش مباراه صعبه، خصوصا برضو ان ام بي الامور معاه مش متظبطه السنه دي شويه، تقريبا في اخر الجدول شويه، فمباراه صعبه مع طبعا كابتن علي، برضو كابتن علي ماهر مدرب كويس جدا طبعا، عارف كتير عن فرقه النادي الاهلي، فلا مباراه صعبه، اي مباراه صعبه، ان فيش غير 3 بونت ان شاء الله. ان شاء الله اكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مسيرته في بطوله الدوري وكمان بطوله دوري ابطال افريقيا واللي ماشي فيها حتى الان بشكل جيد جدا. خلينا نروح بقى لحديث الذكريات، لان اكيد في كواليس كتير جدا كل اللي المشاهدين واللي بيتابعونا دلوقتي عايزين يعرفوها. في البدايه طبعا انت جيت النادي الاهلي ازاي؟ كلمني على الكواليس بتاعت المفاوضات، مين اول حد اتكلم، قول لي كل الكواليس دي بتاعت انتقالك للنادي الاهلي.
دي صوره طبعا دي بعد اول ما انضميت للنادي الاهلي مؤتمر صحفي مع المهندس عادل الكريم محمد صديق طارق السعيد. تمام. كنا احنا جايين احنا الثلاثه مع بعض في نفس الموسم ده. بس دي يمكن كانت ثاني مره، يمكن كنت انا موجود قبلها الاول بسنتين، يمكن انا بدات في نادي الفيوم. تمام. في ناشئين نادي الفيوم والحمد لله، يمكن الحمد لله كنت بلعب درجه اولى وانا صغير شويه في السن، يمكن 16 سنه كنت بلعب درجه اولى ممتاز به، فالحمد لله كنت ماشي بشكل كويس. رجعت النادي الاهلي وانا 19 سنه، سنه واحده اعاره من نادي الفيوم. السنه دي كانت صعبه شويه، يمكن لان الامور في النادي الاهلي ما كانتش ماشيه بشكل يعني كويس. يعني انت كنت موجود اصلا وانت عندك 19 سنه في النادي الاهلي؟ جيت سنه واحده اعاره. كنت موجود فعلا؟ يعني هم اشتروني من نادي الفيوم سنه واحده اعاره بنيه البيع. بس السنه دي كان النادي الاهلي الامور الفنيه ما كانتش ماشيه بشكل كويس، يمكن في شهر واحد ده كان موسم موسم ايه ده؟ 2001 تقريبا اللي فيه رجع فيها مستر مانويل. لا كان اول ولايه لمستر مانويل. لا كان ثاني ولايه. لا 2001 اول ولايه. كان ثاني ولايه 2004. لا هو بدا الاول، بدا الاول في بطوله افريقيا ما كانت 2001 لما خدنا، يبقى دي 2003 تقريبا. يبقى 2003 هو رجع في النص الثاني من 2003 تقريبا. 2003 تقريبا 2003. ففي 2003 مشوا الناس، مشوا كان مع مستر اوليفيرا لو نفتكر. توني اوليفيرا طبعا مدرب البرتغالي. مشوه وجابوا مستر مانو في شهر واحد. فجاب تدعيمات، جاب تريكا، جاب تريكا حسن مصطفى، كل الناس دي رجعت في شهر واحد. وفي بدايه الموسم بقى طبعا جابوا بركات واسلام الشاطر وعماد النحاس. فالامر كان صعب جدا ان انا اتواجد يعني. فبالفعل رجعت نادي الفيوم ورحت اسمنت اسود دوري ممتاز، لعبت سنتين الحمد لله كنت موفق جدا. بعدها بقى بيع ما كانش عار. لا كنت جاي رحت اسمنت اسود بيع. تمام. بيع من خلال نادي الفيوم. والفتره دي رجعت بقى طبعا في الصوره دي بقى 2006. رجعت عقد 5 سنين مع النادي الاهلي، قعدت منهم 3 سنين الحمد لله، يمكن حققنا فيهم كل حاجه. الحمد لله، تالت عالم، بطولتين افريقيا وتالت عالم وثلاثه سوبر واثنين وثلاثه دوري واثنين سوبر مصري وثلاثه سوبر افريقي. الحمد لله يعني، او برونزيه كاس العالم الحمد لله. فدي كانت الفتره المميزه جدا بالنسبه لي. بعد كده طبعا مسك كابتن حسام البدري. مشيت رحت الاسماعيلي بعد كده 3 سنين لحد 2000، من 2008 لحد 2011. رجعت في 2011 النادي الاهلي، الاهلي تاني. طبعا خدت برضه بطوله افريقيا الحمد لله. كويس. بطولتين ورا بعض 2012 و2013 مع كابتن حسام البدري ومع كابتن محمد يوسف. بطولتين كنت متواجد الحمد لله. وبعد كده برضه مشيت تاني، رحت بقى الداخليه نادي الاتحاد السكندري سنه واحده. وبعد كده الداخليه سنتين، وبعد كده حرس الحدود سنتين، وصعدت معاهم دوري ممتاز الحمد لله. كويس، يعني مسيره كبيره بصراحه. لكن بالتحديد عايز اسالك على الوقت اللي كنت متواجد فيه في النادي الاهلي. هو وقت كبير واديت بشكل جيد جدا وحققت بطولات كتيره زي ما قلت 17 او 18 بطوله، عدد كبير جدا لاي لاعب ان هو يحقق البطولات دي. لكن ايه اللي كان بيميز الجيل ده في الفتره احنا بنتكلم فيها؟ ايه اللي كان بيميز الجيل ومجموعه اللاعبين المتواجده في النادي الاهلي الفتره دي؟ هو الجيل كله كان مميز في كل حاجه. في كل حاجه؟ كل حاجه طبعا. زي ايه يعني؟ مجلس اداره، جهاز فني، لعيبه، الامر كان معانا مختلف تمام. يمكن زي ما بقول لك احنا كان في ماتشات والله بنكسبها مجرد ما بننزل الملعب بنكسبها. يعني مع احترامي الكامل لفرقه كبيره جدا. يمكن انا فاكر بتروجيت مثلا في ماتش كسبناه 4-0 الشوط الاول، وبتروجيت في الوقت ده كانت فرقه كتير جدا بقى هدف هاني العجيزي اعتقد. يعني بالظبط كده. فلا يعني الفتره دي كانت مميزه في كل حاجه. يمكن الجهاز الفني معانا كان اللي ما بيلعبش مبسوط اكتر من اللي بيلعب، ودي مهمه جدا. ازاي بقى؟ هو كده، لان طبيعي واحد ما بيلعبش يبقى زعلان عايز يلعب. هي دي كانت ميزه مستر مانويل. امتى يلعبك وامتى ما يلعبكش، امتى بياخد منك اللي هو عايزه. كنتوا بتروحوا تسالوه انا ليه ما بلعبش يا مستر مانويل مثلا؟ اكيد بيحصل. اكيد بيحصل. كان الرد بيبقى الرد بيبقى مقنع. هو كل واحد حسب سؤاله، لكن الرد كان بيبقى مقنع، مقنع جدا. لان انت زي ما اقول لك انت بتكسب، انت كان النادي الاهلي بتكسب. وخصوصا لما بتبص بتلاقي كل الناس بتلعب. كل الناس بتلعب فعلا. خصوصا احنا الجيل ده كان يعني تخيل تريكا وبركات وعماد النحاس واسلام الشاطر ويعني وحسن مصطفى ومحمد شوقي ووائل رياض، يعني اسامه حسني، متعب، فلافيو، جلبرت، وسيد معوض. بعد يعني طبعا كانت كلها ناس اي حد فيهم يلعب. فعشان كده كنت تلعب باي حد بتكسب. لكن مستر مانو كان عامل حاله هايله. بيعرف يتعامل نفسيا مع اللاعبين. طبعا. يعني انت مثلا ممكن فتره من فترات ما كنتش بتلعب بشكل اساسي، ممكن كنت بتبقى بديل وبتنزل، بصراحه كنت بتقلب الدنيا في الملعب. يعني انا هقول لك موقف. اكيد رحت سالته مثلا. انا هقول لك موقف. قول لي. يعني المباراه دي مشهوره جدا بالنسبه لي، حتى يمكن ناس كتير جدا في الشارع بتشوفني بتبقى اكتر المباراه بتاعت فريق الجزائري. لا الاهلي والزمالك. الاهلي والزمالك كاس مصر 4-3. طبعا نهائي كاس مصر طبعا. عملت المباراه دي الحمد لله نزلت. نزلت يمكن
الحمد لله كنت نزلت في الاكسترا تايم صح؟ اه لا في الشوط الثاني الشوط الثاني اه تمام الشوط الثاني اخر 10 دقايق في الشوط الثاني كده كنا خسرانين 2-1 اتعادلنا وبعد كده الحمد لله خسرنا 3-2 في الشوط الثالث الاضافي وتعادلنا والحمد لله عملت جول المكسب بالظبط. يمكن الطبيعي جدا اي حد في الكوره يقول لك ده مكسب الفرقه كاس مصر الطبيعي يرجع يلعب. انا قعدت 10 ماتشات بعد الماتش ده بعد الماتش ده ما لعبتش دقيقه والله. اه والله بعد الماتش ده 10 ماتشات 10 مباريات بعد الماتش ده ما لعبتش دقيقه. يمكن فاكر الماتش كنا بنلعب بنفيكا البرتغالي تقريبا عندنا كان بعدها تقريبا بحوالي ماتشين ثلاثه كده لعبنا الماتش ده وكنا خسرانين 1-0 ومستر مانو قال لي قوم سخن واحنا خسرانين فجبنا جون اسامه حسني جاب جون وتعادلنا وكسبنا 2-1 قال لي خلاص اقعد والله فزي ما بقول لك لكن بتبقى مقتنع وفجاه ممكن تبقى بعيد جدا وفجاه تلاقي نفسك بتلعب. طب انت مثلا الفتره او العشر ماتشات دول بعد ما تالقت في نهائي كاس مصر هل رحت سالته مستر مانويل عليما ما لا ما حصلش والله ما بتسالش خالص ما بسالش ان انا عارف ان الراجل ده عادل بس هي الفكره في كده ما انا بقول لك اوقات كتير جدا ان انا خلاص حاطط في دماغي ان انا بعيد مش هلعب وفجاه تلاقي نفسك بتلعب فدي كانت مميزاته هو بص كان عنده هو شخصيا بيتعامل نفسيا كويس جدا جدا خصوصا ان هو كان في كم من النجوم كبير جدا جدا فعلا. لكن لو عديت لك الناس اللي جت حتى وما لعبتش كتير النجوم كبار جم ما لعبوش فهو كان عنده النقطه دي كانت مهمه جدا بيعرف يتعامل نفسيا كويس قوي مع اللعيب كان عامل حاله كويسه قوي يعني بتساعد الفرقه على المكسب يعني مش عايز اقول حاجات كده كواليس كانت لا يا ريت يعني احنا عايزين نعرف يعني الكواليس دي لا يعني لازم تقول انا فاكر ماتش كنا الماتش مثلا بتوجيت اللي بقول لك عليه ده الشوط الاول 4-0 وبتلعب بتوجيت فرقه كبيره يعني ماتش خلصان يعتبر دخل بين الشوطين لو احنا مثلا لو احنا خسرنا 4-0 مش هيكلمنا كده والله والله قال لكم ايه بقى يعني احنا مش متذكر الكلام بالظبط لكن ممكن يكون طلعنا احنا اوحش من بتروجيت ودي مميزاته اوقات تاني يبقى ممكن خسران او متعادل تلاقي المعامله مختلفه تماما هو ده المدرب الكويس يعني هو ده المدرب الكويس اللي امتى ياخد منك اللي هو عايزه دي سبه من سمات مستر مانو اللي بصراحه اوقات بثمرها بشكل كبير طبعا. جدا في النتائج والبطولات العديده اللي حققها النادي الاهلي يعني اكتر مباراه ما تنساهاش ليك مع النادي الاهلي والله الحمد لله انا فاكر مباراه كده كان اعتقد شبيبه القبائل دي كانت دي كانت مباراه مهمه اول مباراه ليا كان ظروفها خاصه شويه لان كنا احنا اول ماتش كان تاني ماتش في دوري المجموعات بطوله افريقيا واول ماتش كنا خسرانين من الافريقي من الصفاقسي في تونس ودي كان تاني مباراه وكان في طرد الشادي تقريبا او موقوف انذارين وكان تريكا مصاب وبركات مصاب ومتعب مصاب يعني كان عندنا اصابات كتير جدا جدا فالمباراه كانت صعبه قوي عشان كده يمكن انا فاكر حسام عاشور في الماتش ده لعب وكابتن عماد النحاس كان مصاب كان انا فاكر حسام عاشور لعب ليبرو وانا وسماكه واسامه حسني لعبنا قدام في الخط الامامي ومش فاكر يعني كانت الامور صعبه جدا جدا فكانت مهمه جدا ان احنا نكسب كان لازم نكسب الحمد لله كان ربنا موفق وجبت جون في المباراه دي وعملت الجون الثاني اسامه حسني جدا صوبت انا على الجون وجت في القائم في العارضه وردت لاسامه حسني كسبنا 2-0 الحمد لله. طب يعني ده كان ظرف صعب قبل المباراه دي كان ايه مستر مانويل جوزيه قال لك ايه مثلا انت هتبتدي المباراه دي وظروف في الفريق كانت صعبه وزي ما بتقول خساره او المباراه امام الصفاقسي ايه النصايح اللي قالها لكم وتعليماته كانت ايه في مباراه مهمه زي دي بالتحديد ليك انت؟ هو بالتحديد لي انا لان طبعا اشتغلنا حوالي اسبوع تقريبا قبل المباراه وحطني في المركز ده لانه مش عايز اقول جديد عليه انا بلعبه الحمد لله بس هو بالنسبه له كان هو اول مباراه يديني فيها في المركز ده مركز 10 لما كنت بلعب انا وسماكه تحت اسامه حسني كويس كنت انا وسماكه برضه ما بنلعبش فكانت المباراه صعبه جدا وهو خصوصا اتكلم معانا هو زي ما بقول لك انت كاهلي كنادي الاهلي لازم تكسب فما كانش قدامنا حل حتى لو ما فيش لو احنا مش مكملين العدد برضه هنكسب الحمد لله يمكن ربنا كان موفق وعملنا مباراه كويسه قوي قوي يعني غير المكسب الاداء كان كويس جدا 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 كمان يعني الحمد لله خدت 17 او 18 بطوله مع النادي تقريبا اهم بطوله بالنسبه لك اهم بطوله اكيد نهائي افريقيا مع الصفاقس 2006 لان دي فتحت ابواب كتيره جدا لينا كلعيبه وللنادي الاهلي ما تنسيش البطوله دي طبعا احنا بعد البطوله دي رحنا خدنا ثالث عالم فعلا خدنا بونوزيه كاس العالم للانديه كسبت لعبت سوبر افريقي وكسبت فتحت لك مجال اكتر من بطوله هي الفكره ما كانتش في البطوله نفسها بس فعلا لا انت كسبت فهتلعب سوبر افريقي فكسبته رحت كاس عالم انديه فاخدت مركز ثالث وحققت نتائج هايله طبعا ففتحت لك مجال لامور كتير جدا يمكن بعدها لعبت افريقيا خسرنا في النهائي خسرنا البطوله اللي بعدها على طول من النجم الساحلي هنا
بظلم طبعا تحكيم وحاجات كده. احنا فاكرين كلنا. طبعا يعني والحمد لله. لكن يمكن انا برضو من المواقف المهمه جدا ان احنا بعد المباراه النجم اللي خسرناها في استاد القاهره 3-1 دخل لنا مستر مانويل، لان طبعا احنا شفنا معامله من الجمهور احنا نفسنا كنا مستغربين لها جدا. قبل ما نكمل بس، ده بطوله طبعا 2006 اللي ما حدش يقدر ينساها من جمهور النادي الاهلي في الحقيقه، وكواليسها كلها كانت رائعه، وهدف ابو تريكه الشهير الذي لا ينسى. اتفضل. فبعد مباراه النجم دي واحنا في استاد القاهره وخسرين 3-1 الجمهور استقبلنا في الملعب، فضل بعد المباراه قاعد يشجع فينا اكن احنا كسبانين البطوله بالظبط. فانا فاكر موقف دخل لنا مستر مانويل الاوضه اوضه اللبس بعد المباراه على طول، احنا لسه في الملعب، دخل لنا وقال لنا باللي احنا شفناه من الجمهور ده البطوله الجايه احنا اللي في اليابان على طول كده، في نفس الوقت اللي خسرنا فيه المباراه. بعد المباراه مباشره دخل لنا اوضه اللبس وقال لنا نفس الكلام ده، قال لنا البطوله الجايه احنا هنكسب بطوله افريقيا واحنا اللي في اليابان. وبالفعل حصل، كسبنا 2008. واحد مكانه كان ممكن يبقى في قمه حزنه بسبب خساره هذه البطوله، لكن هو شوف فكر في بطوله لسه السنه الجايه. وفعلا حصل كده، وخدنا فعلا بطوله افريقيا 2008 اللي هي كان نهائي مع قطن الكاميروني. طبعا قطن الكاميروني هنا 2-0 هنا و2-2 هنا. يعني اكيد طبعا هي يعني اعتقد اغلى بطوله بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي بطوله 2006 دي بصراحه. كان كواليسها كلها رائعه. قول لي طب بالتحديد مباراتي الصفاقسي، يعني المباراه الاولى في القاهره تعادلنا 1-1. طبعا الكواليس حصلت ايه اللي حصل بعد ما التعادل 1-1 واللي خلى اللاعبين مهيئين بالشكل النفسي الرائع ده لمباراه العوده؟ هو مستر مانويل ايه بقى كان بيقول لكم ايه؟ بص انا يمكن لو حكيت لك يمكن الكلام ده اتحكم من اكتر من لعيب قبلي، انه فعلا رسم لنا المباراه تمشي ازاي في المباراه الثانيه، مباراه العوده، مباراه العوده اللي في تونس. لو اقول لك رسم لنا مثلا قال لنا في الدقيقه كذا هعمل كذا وفي الدقيقه كذا هعمل كذا، فعلا طبعا والله هذا حصل فعلا يعني. واللي قال عليه حصل بالفعل. طبعا توفيق ربنا سبحانه وتعالى انك تجيب هدف بالشكل ده في التوقيت ده، طبعا توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. لكن انا بكلمك على مدرب عارف هو هيعمل ايه، رايحين المباراه عارفين هو هيعمل ايه. فكانت مباراه مهمه جدا وكانت صعبه جدا. الواحد بيشوف الهدف ده بصراحه جسمه بيقشعر. هدف لا ينسى بالنسبه لكل الاهلاويه يعني طبعًا. كل المصريين بصراحه، لان الاهلي كان بيمثل مصر في هذا التوقيت. طيب افضل فتره بالنسبه لك في النادي الاهلي كانت امتى؟ انهي موسم اللي حسيت فيه ان انت كنت مؤثر بالشكل اللي انت اللي يرضيك؟ 2007 و2008. 2007 و2008 طبعا. اشمعنى؟ كنت بلعب الحمد لله بشكل مستمر، كنت بلعب بشكل مستمر كتير جدا الحمد لله، كنت بادي بشكل كويس قوي. يمكن حتى انا لعبت نهائي افريقيا برضو الماتشين بتاع القطن الكاميروني هنا ذهاب وعوده. في الموسم ده برضو لعبنا مباراه فاينل دوري مع الاسماعيلي الحمد لله وكسبنا، وكنت متواجد برضو فالحمد لله. يمكن الموسم ده بالنسبه لي كان من افضل المواسم، لان كنت خلاص يعني يمكن كان الكابتن اسلام الشاطر كان موجود طبعا قبل كده، لكن كان مشي فاخدت الفرصه بشكل اكبر شويه. طبعا كابتن اسلام لعيب كبير جدا وتعلمت منه كتير جدا طبعا طبعا يعني، لكن لما كابتن اسلام مشي فاكيد الفرصه سمحت لي بشكل اكبر، خصوصا يمكن لما كابتن اسلام كان موجود كنت وقتها بلعب في نص الملعب. فلما كابتن اسلام مشي انا اخدت الفرصه بشكل اكبر، الحمد لله كنت موفق وماشي بشكل كويس. فموسم 2007 2008 من افضل المواسم ليا في النادي. يمكن انا من افضل المباريات اساسا باستمرار مباراه الزمالك اهلي وزمالك، كنت بتأدي فيها فعلا بشكل كويس كل جدا. الحمد لله يمكن كل مباراة الاهلي والزمالك عملتها بشكل مؤثر جدا جدا، سواء دوري او سوبر مصري مع الزمالك او كاس مصر، الحمد لله كنت ببقى موفق جدا في مباراة الاهلي والزمالك. تفتكر ابرز مباراة بالنسبة لك مع الاهلي والزمالك بخلاف طبعا نهائي كاس مصر؟ طبعا في مباراة دوري كسبنا فيها 2-1 يعتبر انا عملت الهدفين، عملت جول لفلافيو وجول فلافيو جول وهدف و ابو تريكه اعتقد هو ابو تريكه الهدف الثاني كان 2-1 صح؟ 2-1 كسبنا 2-1 فلافيو الجونين صح؟ فلافيو الجونين فلافيو الجونين فلافيو الجونين كسبنا 2-1 الحمد لله. فدي كانت من افضل ماتشات ليا اهلي وزمالك يعني. في برضه مباراه السوبر الحمد لله برضه اديتها بشكل كويس قوي، كسبنا 1-0 مع الزمالك برضه الحمد لله. يمكن كل مباريات اهلي وزمالك كنت موفق فيها الحمد لله. طيب انت دلوقتي يعني قلت لنا كلام كتير يعني كل الناس كانت نفسها تسمعه كل الكواليس دي، لان جيل ذهبي في الحقيقه وحققت حاجات كتير واسعدت جمهور النادي الاهلي لفترات كبيره جدا جدا يعني. لكن انت دلوقتي في مرحله جديده، مرحله مثلا كمدرب او مدير الاكاديميه النادي الاهلي في الامارات، طموحك انت بتفكر ازاي في الفتره الجايه بالنسبه لك بخلاف طبعا الاكاديميه؟ هل ميولك تدريبيه وده واضح من خلال الاكاديميه ولا انت بتفكر ازاي؟ طبعا يمكن انا في البدايه بشكر الكابتن سيد عبد الحفيظ جدا، لانه بنسبه كبيره يعني هو اللي ساعدني في موضوع الاكاديميه ده، وهو
يعني انا في حاجات كتيره جدا بحاول استشيره فيها. مين؟ كابتن سيد عبد الحفيظ. بشكره جدا طبعا لاني هو اخ كبير ليا، ويمكن حتى وانا لسه صغير كان هو مثل الاعلى، وبالفعل يمكن هو كان نجم كبير مباراة اعتزاله وادانا التيشيرت بتاعه. والله اكيد هو زعلان دلوقتي انه عمل كده، انا عارف. ليه زعلان ليه؟ لا لا طبعا بهزر. فلا بشكره لان انا في اوقات كتير جدا، هو اخ كبير ليا طبعا، فاوقات كتير جدا باخد رايه في حاجات مهمه جدا شخصيه بالنسبه لي انا. فعلى المستوى الشخصي هو اخ كبير ليا وانا بشكره طبعا لانه بيساعدني في حاجات كتير جدا. وخصوصا هو طبعا كان هو المشرف على الاكاديميه في فعلا في الفتره اللي فاتت قبل ما يرجع للفريق. وعايز اقول برضو ان وجود الكابتن سيد في التوقيت ده في المنصب ده، انه يرجع المنصب ده تاني، انا شايف انه فارق بنسبه 100% في الاداء. شايف ان تواجده مهم الفتره دي؟ انا شايف انه فارق باكتر من 100% والله تواجده حاليا في المكان ده. بص كابتن سيد بقى له فتره طويله جدا في المنصب ده، وخصوصا هو مع لعيبه من المتواجده دي كان هو متواجد معاهم قبل كده. وهو كابتن سيد من الشخصيات اولا الهاديه جدا اللي بيعرف يتعامل مع اللعيبه كويس جدا، والمنصب ده صعب جدا، المنصب ده مش سهل، خصوصا ان انت حلقه وصل بين مجلس اداره واللعيب فني واللعيب مدير فني، فالامر صعب جدا. هو خصوصا يعني انا شايف انه ما شاء الله يعني من افضل الاسماء اللي ادت في المنصب ده كابتن سيد حفيظ، وانا شايف ان هو له دور كبير جدا 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 في اللي ان شاء الله كمان هيبقى متواجد او هيبقى موجود باذن الله الفتره الجايه في فريق النادي الاهلي باذن الله. هو في الحقيقه اصبح عنده خبرات كبيره جدا طبعا في المكان ده، وكمان المامه باللوائح والقوانين وكل ما يخص وكل ما يتعلق بالجوانب الاداريه بتحديد الفريق الاول لكره القدم هو ملم بيها بشكل كبير، وده مساعده بشكل قوي في مكانه في شغله يعني. واكيد نتمنى له هو الفريق كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه. لكن انت برضه هتتجه للتدريب ان شاء الله خصوصا انا يمكن انا عندي انا يعني انا اتجهت شويه برضه، انا عندي اكتر من اكاديميه هنا في مصر كويس. يمكن بدات بيها في فرع في الفيوم في البلد عندي، لان طبعا بلدي واهلي طبعًا كلهم موجودين طبعًا. فحبيت ان انا اساعدهم بشكل على قد ما اقدر يعني، حاولت ان انا اساعدهم لان احنا كمان عندنا مواهب مهمه جدا يعني. يمكن في الفيوم انت عارف طبعا في اسماء كتير، كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن سيد معوض، احمد صديق، محمد عبد الوهاب الله يرحمه، محمد عبد الوهاب الله يرحمه طبعا، محمد الفيومي، يعني كتير. مش عايزين ننسى حد يعني، واللعيبه كلها مؤثره جدا. يعني انا حبيت اعمل كده، فالحمد لله يمكن وديت لعيبه كويس اماكن مهمه كويس، اسماعيلي، بتروجيت، ان شاء الله برضو في لعيبه ان شاء الله يكون لهم دور في النادي الاهلي برضو من خلال الاكاديميات عندي. الحمد لله برضو عندي اكتر من فرع هنا في القاهره، في فرع في المنيا الحمد لله، كلهم باسم احمد صديق، اكاديميه احمد صديق يعني كويس. يعني فالحمد لله انا واخد المجال ده، انا بحبه، الكوره اهم حاجه بالنسبه لي، انا ما اعرفش حاجه غيرها، بقالي سنين فيها فما اعرفش حاجه غيرها. فنقطه الاكاديميه النادي الاهلي في الامارات دي بقى هتفرق معانا بشكل شخصيا كويس، هتساعدني كتير جدا، هاخد الخبرات ان شاء الله، بجهز وبحضر وبعمل دورات وانا هناك برضو باذن الله كويس. بعمل دورات هناك برضو، دورات تدريبيه الاتحاد الاماراتي عشان ناخد الدورات التدريبيه باذن الله. فانا بجهز نفسي ان شاء الله ان انا ان شاء الله في المجال التدريبي لان انا حابه باذن الله. ان شاء الله اكيد يعني. نتمنى لك كل التوفيق يا كابتن احمد، وانت نجم كبير وتستحق كل التقدير والاحترام من قبل جمهور النادي الاهلي. اخيرا قبل ما اختم، رساله اللي حابب تقولها لجمهور النادي الاهلي، خصوصا في الفتره الصعبه الحاليه اللي بيمر بيها الفريق من حيث طبعا البطولات وتلاحم المباريات والضغط اللي احنا شايفينه. بقول لهم طبعا الاول ربنا يغفر لشهدائنا وشهداء النادي الاهلي طبعا في الذكرى بتاعتهم، وان شاء الله نحسبهم عند الله شهداء باذن الله ان شاء الله. بشكرهم ان هم ساندوا الفرقه الفتره الصعبه اللي فاتت، لانها كانت فتره صعبه جدا، وكان اهم حاجه فيها جمهور الاهلي، خصوصا كان في ضغوطات من ناس كتيره جدا وانديه وفرق كتيره جدا، فرق منافسه طبعا. فانا بشكرهم على وقفتهم جنب الفرقه، وبقول لهم برضو لسه شويه، عايزينكم كمان اكتر من كده ان شاء الله، لان الفتره الجايه اصعب كويس. وجودكم انتوا رقم واحد، كل الناس بتقول كده يعني، انت لو سالت اللعيبه في الملعب يقول لك الجمهور هو رقم واحد اكيد في الملعب. اكيد ودي حقيقه، احنا ما خدناش كل البطولات اللي فاتت الا غير بالجمهور، عشان الجمهور معانا. فبشكرهم وبقول لهم عايزينكم تساندوا الفرقه اكتر من كده، وان شاء الله الفتره الجايه تلاقوا الفرقه زي ما انتم حابين والطبيعي بتاعها باذن الله ان شاء الله. كابتن احمد نورتني وشرفتني، ربنا يخليك، سعيد جدا انت معايا النهارده. شكرا يا امير، بشكرك وشاكر جدا، التوفيق دايما يا رب ان شاء الله. ده كان لقائنا في فقرتنا الثانيه من حلقه الاهلي ليله النهارده مع نجم من نجوم النادي الاهلي السابقين كابتن احمد صديق، واكيد اتكلمنا في امور كثيره جدا بتخص طبعا الفتره اللي كان متواجد فيها مع النادي الاهلي، وكمان اتكلمنا في الفتره الحاليه وكل ما يطلبه او كل ما يتمناه لفريق النادي الاهلي خلال الفتره دي، خصوصا في البطولات العديده اللي بيشارك فيها الفريق. اعتقد كانت حلقه مهمه وشيقه جدا، وكنت معاكم على مدار ساعتين ونصف بصحبه زميلي العزيز عمر ربيع ياسين من فقرات الاهلي الليله. استنونا حلقه جديده، الى اللقاء.